ثحث رد عليك سلطان؟ ما هو راضي يرد. ليش؟ خايف اكله في التمرين. طب دحين التحدي؟ ماني عارف ايش اكل، خلاص خلصت الحيوانات. طب اسمع اسمع، نعامه اكلتها؟ خروف اكلت. هو شوف السيخ لسه في السياره من ايام الخروف. قرش اكلنا. طب بقره اكلتها؟ طب ايش الحل؟ ماني عارف. غزاله اكلنا؟ غزاله اكلنا. غزاله. خروفين اكلنا. معزتين. يعني ما في حل؟ ماني عارف ايش حناكل، ايش حناكل ثاني. حتى الجمل اكلناه. ارنب. ارنب كتكوت يا اخي، ايش نسوي؟ فصفصه. حصان. لا لا حرام. طب حمار. اسمع اسمع اسمع، عندي الحل. ايش الحل؟ بس دقائق واجيك. ايش دقائق؟ كلكم حتسيبوني يا اخي، انا جيعان. انت دور وانا حاجي. والله اخرتها حاكلكم. دقيقه بس، حاكلكم انتوا. دقيقه بس. ايش الحل؟ ايش الهرجه؟ بقره خلاص. لا مو بقره. انا في مخ شغال. شفت العيال يفزعون لبدا التحدي. ما حياكلنا ترى. هو اكل جمل مع العيال بس اكل كبسه. حلو. نحن حنجيب الجمل دي المره وحنشويه. حتشوفوا جمل مشوي. تحدي 8 مليون جمل مشوي. الشاشه حتكون كذا، جمل كذا محطوط، جمل قاعد يدور. حلو. نجيب له السحت. انا بشوف كيف الجمل هذا يصير. نجيب الجمل ونروح للسحت. الجمل كبير، كيف حنخلصه؟ لا لا حجيبه صغير يعني حور. كيوت. حوار. قعود. حوار. حور حور اهو، فهمني. تعال نروح ننقيه بسرعه. يلا يا جماعه، نبي الفيديو ده 500,000 لايك عشان تحدي ال 10 مليون سحس ياكل سوسو. واتذكركم يا جماعه، قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا تعطون اقوى لايك. سحس يا سحس. سحس تعال تعال تعال. جمل يا سحسي. جمل. اكلنا جمل. لا اكلته كبسه دي المره، جمل مشوي على الفحم. كيف هتشوف؟ ما عليك، عندنا مدبر المطعم، مطعم الدكه فزعه. في عسل؟ في عسل وفي طحينه. جالون جالون عسل جايبين. والعيال معانا. يلا يا بابا. تحدي 8 مليون، تحدي 10 مليون، حخليه ياكل، حخليه ياكل ديناصور. تحدي 10 مليون. ديناصور. بعدين حاقول لك ايش حيصير. كانه حاسس حناكله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا احتفال بالأخ الابن الحبيب سحس، معاه أخوانه إن شاء الله تشوفوهم الآن وتعرفوهم، وهم عبد الرحمن جايين هذا اليوم. حاجي يا عمو. هذا يا عمي. أكلنا كل الحيوانات إلا الحاج. الجمل ما أكلناه وسويناه بطريقة ما حد سواها قبل كده، سويناها مشوي. بس هو راسه راح علينا. قبل 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 أهم شيء اللباس اللي فيه اللي هذه. أيوة. قبل ما نبدأ الفيديو حابين أول شيء نشكر مطعم الدكة. والله رب الكعبة يعني يمكن. الطعم. هم ما عندهم جمال ترى، هم حقون خبز. سووها ثلاث مرات عشان يسبوها. بس ضبطوها. وبعدين حابين نشكر. أنا مريض ما أقدر أكل. لا والله بنتأكل كده يا حبيبي. وأنا قلت لازم أحتفل مع أولادي كلهم يا حبيبي. وإن شاء الله الاحتفال بعشرة مليون قرب. احتفال قربنا. احتفال مو بحيوان. احتفال بالمشتركين. نسوي حفلة بحديقة ونعزمهم كلهم. وإذا مت هو راح يسوي. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. على 10 مليون حنشوي سلطان. ليه ليه؟ قال لك مشتركين برضه ما يكفي يا عمو. نعزم 10 مليون بنحطهم مو ولا حجيب كلهم. خلينا عاقلين. شكرا لكل اخت واخ وام واب وجد وجده وانثى وذكر وكل حاجه. يعطيكم العافيه. الحمد لله وصلنا 8 مليون. ابوكم كلهم شوفوا وكل الاخوان اللي بدينا معاهم. اخواني كلهم موجودين اليوم حتى ورا الكاميرا. اسامه تركي مره شكرا. هذول ما يتنسوا. هذول حبايب اخوان احنا. وفرعون سوى لنا شعر في دي المناسبه. الله. هو للاسف ما كان موجود عنده شغل. الله. ايوه يا عم. انا طول أيوة هنا. حاجه كثير. الله يا عمو. هذا العافي بقلب هذا. نقولها قبل ما يخرج الليل. الله 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 يعينه. الله يعينه.
الله الرحمن الرحيم. اتس فاول. لا والله اخذ اللي بابا. ايوه شو العب العب اسمع اسم له التحدي بنا بعيد عن امك اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا من فين نبدا نحن؟ والله مره بس من دحين ابعدوا امير عني عشان لا يقعد. لا 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 يا ابوي لا لو سمحت يا جماعه الخير. اول مره اول مره ناكل جمل مشوي بدي الطريقه. اي والله الصراحه هذا اجد شيء في العالم. شوف الوصل اللي جاي. رجلك اليمين لو سمحت وخرها على اليسار. يعطيك العافيه. شوف بال. لا لا يا ابوي ايش جاي تسوي؟ يا ابوي روح هناك يا روح الحلال. شوي شوي خلو لا شوف انا كده ما حد اتصور. شوف اللي بيصير. ايش بيصير؟ بزوره دول وفرقهم عن بعض. انا بشيل اي سكاكين بين هدول الاثنين. أيوة. بعد عنهم اي آلة حد بالله سحسبها. روح خد بدي يدك دوس اللي بيدوق شيء مره طعم يجرب هذه. بالله يشلنا شوي من السلام. يا جماعه انتوا لازم تشوفوا هذا المنظر. حنحركه بسرعه بس. واو جدا. امير 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 بس اعمل معي هيك شوي. هاي السلام. والله حيطيح. هاي السلام. والله حيطيح يا باسل. الله يرحم والدينك لا تحمل بدك. ايوه ايوه الله اكبر. شوف لي هون شوف لي هون ايش بصير. تعال لي هون تعال لي هون باسل لا تسيبك اللي هنا اللي انا حطيت له هنا وصل. شوف 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 فين الكبده؟ والله القلب فين حقه؟ شوف هذا ابوي دخل على القلب. ما في قلب؟ واو 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 يلا انا معاك. لا لا حقي راح. واو اي لايك اقسم برب الكعبه بدون اي مدح انه الز من الخروف. لا والله صح والله انه الز من الخروف. والله اللي ترى اللي في الاضلاع جت عسل ولا ما جت لسه تبغى عسل؟ اقول شويه شويه. لا 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 انبش انبش شويه شويه. العسل يبغى له وصفه معينه. شوف شفت هذه الموزه؟ يقول ما شايف هذه؟ ايوه هذه تاخذها من هنا. هاي بادي قال عمقنا زياده. ايوه صح. تعال تعال هذه جواني ولا ايش؟ ايوه جواني سامعه جواني. يقف الكلام والله مين ساكت ويقف كل حاجه. انا كمان بدي اقف كل حاجه. اقسم برب الكعبه من ألز لقمه لحم كثير. هذه المين هذه؟ ايوه واو واو ايش ده؟ هذا ترى هذا نداء للدكه. توقعت لي لمعدتي. ينزل جمل يا الدكه. اقسم برب الكعبه لو تعرفوا تطبخوها بدي الطريقه كل مره نزلوه طلب. والله نزلوه طلب. انا اقترحت عليهم والله شيء مره مرحب. بس للمعلوميه يا جماعه بعد ما اخذنا الجمل كان في تقريبا سلخ وذبح وهذا 3 ساعات وطبخ 9 ساعات عشان نوصل لدي المرحله. يعني لو تبغوه يبغى لكم 12 ساعه بس عشان يجهز. بالله شوف لون اللحم. اميره ابو زناده شوف 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 اميره ابو زناده سناول من عندك. اوه يا باسل حسين سلام باسل. ايوه ايوه جيت. هذه مين يا ابو؟ ايوه 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 لا لا ولد. اديها 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 والله هنا 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 شيك لينا شيك لينا والله. شوف عمو نازل عمو ما شاء الله. ابى اعطي مرتي شويه. ام حسين بالجلد حقها هذا راح يتاكل ما شاء الله وهي ما اكلت. قوم يا والي كل يا ويلي ولا روح اكلك بيدي يا حبيبي شعر ما حد ياكل غيرك يا قلبي. شعره نورتنا يا باسل حبايب القلب. عبد الرحمن امير ما شاء الله باسل من كاس العالم ترى جاكم على هنا على طول. والله وينك يا عم باسل؟ ايش يقول امس؟ ايش؟ يقول عندي اصحاب رهيبين صحوني 12 الظهر عشان اروح اكل جمل. 10 الصبح لو سمحت. 10 الصبح رن علي تعال كل جمل. هاي الحياه مره والله طعم يا اخوان. والله مره طعم. يعني احنا المفروض ترى ما ناكل الرز بس مره لذيذ. قال انا شايف قاعد سحت اكل بالرز وانا باكل بالرز. كلنا قاعدين نسحب بالرز ترى. جعل ما حد ياكل غيرك يا حبي. انت بتتكلم امير مين؟ بالله ايش قصده ده معي؟ ايش اللي معي قلبي؟ غيرك يعني انت اللي تاكل بس يعني انت الوحيد اللي في السفره يبغاك تاكل. يعني هو ما هو شايف غيرك في السفره دي. ايه باسل انا حفصل وصله وانت حكيهم عن هذه الوصله. انا موافق اقتراح. شايف هذه الوصله؟ يلا ابدا اتكلم عنها. هذه الوصله ايش؟ سلسلة الظهر. في كل حيوان بناكله دائما سلسلة الظهر
هي اللي بيجي تحتيها اطرى وازكى لحمه في الكائن اللي بناكله، في الخروف، في الجمل، في جميع الحيوانات اللي ان شاء الله حنخلصها كلها. اتفضل. شكرا. وهذه حقتي. هذه شوفها كيف بتكون دايبه، نمسكها هيك. ايوه ايوه اشتقت لازكى اكل. صح. نزلها فيك، نزلها في الاسد. ايوه 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 ايوه. انا ترى اقسم بالله قالوا لي جمل، اتذكرنا تحدي الجمل اللي سويناه كلنا مع بعض في وصلات كانت مره مره قاسيه. حسين تبغى تحطيها هذيك عادي عادي لو طاحت. لو طاحت امير ياكلها. هذه الوصله قاعد اطمع فيهم كلها. خذ يا بيبي حبيبي. امير نزلها نزلها. شوف الموزه، شوف الموزه. سيبها 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 لين تصيح. سيبها لين ما تطيح. هذه الموزه انت سايبينها سايبينها عشان تعرفوا الناس اللي ما فاهمين فين اللحم الصح. اول مره ترى انا قاعد اكل اتكلم ما في قطعه قاسيه اللي انا واجهتني. ما عاد ياكل عبده غيري من يدي. روح يدي كانت فمي عبد الرحمن. ترى من جد زمان زمان كان يقرف عبد الرحمن خلاص اتعود. اسمع 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 يا ابوي انت ما بتسوي شيء. امسك امسك يا ابوي خلاص انت قاعد تديني زي عضو بسوق امه. انت بتطيح بتطيح. شباب شباب دف هادي دف هادي كذا. خلاص خلاص يا جماعه خلاص خلاص ركزوا على الاكل. خلاص خلاص ركزوا على الاكل لانه انا مره مبسوط. قمط طلعت يا طيب اسمع انا بوريكم خلطه. ايش هذه تعلمناها من عبد الرحمن. خش علي. امير حبيبي ليش بتعاني يا جدع؟ وخر يا عيال. حبه حبه يا عيال ترى والله. لا 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 شوف 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 انا ما احب الاشياء. ايوه لا 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 دين الصور دينك يا شيخ. القلب ينبض دحين. القلب يقول عشان لا 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 خلاص 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 هنا باسل حسسني بياسر. بس خلاص 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 خلاص. كم الجوز اسمه هذا؟ كم الجوز؟ باسل والله يا اخي والله والله ما باسل. كل يا ابوي شد حالك يا زلمه. هنا في في اوصال. هاي هاي هم المشكله. هنا في قدام هذه كان المفروض نبدا بيها. هنا يا سلطان حتلاقي الحته القاسيه. ايوه لسه بقول لك هنا والله. ليه يا سلطان؟ يا اخي يا جماعه انتوا ايش بكم قاعدين تعصروا الموضوع؟ توقع كتفك اكبر ولا كتف الجمل؟ ايش قصدك انا جمل؟ ايش المشكله لو قلت جمل؟ همسة همسة همسة. اوه تخيلوا هذا كتفه. لا لا الكتف اللوح هذا مو كتف. دقيقة فيها قطعة لحم يا عبدو لا تفوت. هذا آه. من ايوه لا لا لفوق فوق فوق ايوه اظن انا اشفع. شوف لي الساعد والله. حسنا لا والله شوفوا هذه هي العظمة اللي هنا الساعد. هذا سبحان الله الجمل قدك يا واسل تقريبا. وريني قدي بالله وريني انا كمان بشوف. والله قدو والله طلع جمل والله طلع جمل. انا قريت شيء انه العظام حقتها الجمل وما حمل كلها نفس لا نفس لا نفسها حتى لو عليك نفسها. لا انا اكبر من الجمل يا ولد انت خروف. خليها هنا. لا خلاص شيلها. لا 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 انا هذه كلها دحين هذه تروفيز تروفيز. ايوه انا حسوي هيك العظم في البيت وححنطه ترى لا احد يشيله من الان بقول لكم. لما عيالنا يكبروا ويتفرجوا الفيديوهات ياد هيقولوا ابهاتنا كانوا مجانين والله يا ابو لا بس واحد من اولادنا حيطلع زيك ياكل. مين اسحس يسوي يسوي انت؟ انا لا انا ما حيطلع ياكل. مين؟ حيطلع يرقص. طيب اذكرك اذا كنت حي حبيبي. بس ايش تتوقع عيالك حيقولوا عنك لما يكبروا؟ ناخذ واحد واحد. لازم احد من الابناء يطلع زي ابوه. لازم رهيب. ايه رهيب. دقيقة باسل قال رهيب. عبد الرحمن شوف يا حيقول كلمتين يا الله يهديك يا بابا. واحدة من الاثنين يا الله يهديك يا بابا او حيقول لي والله انك كفو يا بابا. سحسي هو لو قال لك الله يهديك يا بابا اسحب منه كل شيء اللي جبته. سحسي انا اتوقع حيقول تستهمل دائما الله نكمل. امير ابدا اقول ها ليه سويت سكيب على حالك؟ ليه انت ايوه انت ايوه اخر واحد ميرو. انا ابا اولادي لما يكبر شو يقول لي؟ اي لما يشوف محتواك ايش تتوقع يقول؟ ليجندري ليجندري حلو ليجندري يعني اسطوري. حلو حلو الله يعطيك
سلطان هي هاي انسايد جوك بعد بما غير عبد الرحمن. تحب انا اقول لك شو اولادك معنا؟ قول بس اولادك يشوفوا المحتوى ايش حيقولوا؟ اتفضل. الله يهديك يا بابا. بس تعرف انه انا انا دخت وسحس اكل اكثر حيوانات يعني اكثر حيوانات يعني اي شيء حيوان دي تحيوان. انا عندي في النوت كاتب انا ما في عدد الحيوانات اللي اكلتها. بدك نلعب اللعبه ولعبها؟ نلعب اللعبه. كاتب كل الحيوانات اللي اكلتها في حياتك. نحن اكلنا نعامه. استنى شوي اكلت نعامه. استنى بس اغسل ايدي واجيب النوت. يلا يلا يلا. هو حيفوز علينا بس في التمساح عشان احنا ما اكلنا تمساح. لا انا اتحدى في شيء واحد. دقيقه فاش هو داق الاشياء انا اكلتها. واو قوية. شوية سح شوية سح بعد في واحد قاعد في ساعة صفة ورا تاني واحد ياخد بريك تاني واحد بس بدي اياك تجرب هذه الحركة. جيب لي وصل لحمة حلوة. انا عندي اي لحمة انت بدك اياها. غمس غمسة شوف بالعسل. ايوه وحطها في الرز كده. بس ايش طرف الرز يجي عليها. اوكي اكتم القطمة غمس بالطحين وكل. اخذ واحدة وانزل اطحن. لا ياكل معك. مشروع ناجح جدا. مشروع ناجح جدا. كيف؟ بعد ما يدخل الحلو حق العسل مع الرز الطحين اديتك كده حبه. ايه؟ والله مشروع ناجح جدا. صح؟ لا لازم. بالعافية. بالعافية. ايش تغير فيك يا عمو من 5 سنين وفينا؟ انا ضعفت. اي والله حف ما شاء الله. ما شاء الله صح. وسحس. سحس. حبيبي ما يصير لي شيء يعني. لا ما تغير في شيء؟ ما يتغير ولا شيء. بس صار أحلى من أول. بس صار أحلى من أول. لسه الدخان بيطلع منها. أوه. هذه عندك يا سحسي. هذه عندي هذه والله ما أقول لها لا. يا مع السلامة يا حبايب قلبي. مع السلامة يا عمي. مو فرحان على الجمل فرحان بمشاهدتكم حبيبي. يا عمو ربنا يوفقكم ان شاء الله حبيب القلب ويسعدكم. لمعلوماتكم ترى فصلوا السيخ ده تفصيل عشان يعيشوا الجمل. فصلوا السيخ وفصلوا حق الفحم وفصلوا كل شيء فصلوه. فعليا ما حد سواها. لا ما حد سواها. الفحم جمل على الفحم. لا ما حد سواها. يا بابا هذا بالمتر. ايه ليش يا اخي ما نعرفين ناكل كذا يا اخي. حبدا اضرب انا ترى. والله حبدا اضرب. حسين فصل يعني لا بتاكل ولا حاجه بس قاعد تقطع وتستنى. والله حبدا اضرب يقول. والله شيل السير ما لي فايده. قاعدين يلعبوا من اول يقطعوا فيا. اهدي هذه يا باسل. هدي اللعب 200 دول. انا خلص يا اخي سيب العظمتين يا اخي. سيب انت فاضي طفشان. روح اشيل سناكه يا اخي. شيل السيخ يا اخي. سيبه انا متكي عليه. مساعدني اوقف اخوي. انا بس مشوار بس واقف هون مشواري برا وراجع لك. انا رايح معه. والله بالله باسل تبغى احد يشوف باسل فين رايح؟ دقيقه امي وابوي شويه بس مش يعني مش هالمشوار يعني. اسمع ترى كل الكاميرات بتصور وامورك تمام. بالعافيه عليك. هذا تحدي تفهيم اليوم. شمع الشباب والباقي عليك. حط له بيبس. ايه عندك مشروب امورك تمام حبيبي. عسلك يعطيك العافيه. عسلك في جيبك مشروبك في ايدك الطحينه قدامك. يلا يلا سلطان من هناك. ايه بس اقص العظمه دي من هناك يا سلطان. ايش بتسوي؟ ما عليك تكمل يا سحس. انت متبقى تحدي 8 مليون. طيب يا شباب الاكل. ايوه جايين دحين سلطان. يلا سلطان مطلع. بس بعد اذنك شويه معاك على الموت يعني. معاك على الموت. انا راجع مشوار صغير قلت لك وراجع. هاي قاعد حلو. يلا لو الجمل عايش يتكلم بني ادم ايش كان حيقول؟ ان سبسكرايب. يلا سحسي روح ايوه معاك. ايوه ليه هو بياخذ اللحم؟ هذا فرق. ليه بياخذ اللحم حقك؟ معلش مسامحه والله. ترى انت قاعد تحمس كل احد ما بتاكل لقمه. ايوه يا اخي. ايوه يا سلطان اكله يا امير. اكله. لا امير شنو شو ماكلني؟ شنو شو ماكلني؟ اكله. لا 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 تكفى عبد الرحمن. تكفى يرحم امك. طيب حاكل بالراحه والله. ايوه هذا لا عبد
يقول لك ودي اقول قصيده. قول دقيقه سحس ما تحمس سحس ما والله دائما كذا محبط الافكار يقول كلام وانا فمي مليان. قول استنى استنى شويه احنا بنحمس سحس بومبو خليه. طيب كويس سحس كمل اكل يلا. يقول 8 مليون عاشق يا سحس مين قدك؟ قدك كسرت الارقام وما خليت احد يعديك. تحديات واكل بسم الله على فنك فنك ربي يحميك من كل شيء يأذيك. يأذيك عقبال الملايين الجاية وكلنا بقربك قربك ويلا حتسعى بسرعة ترى يمديك. ارمي شوال في الرز العب لا حبيبي والله ودي ألبوم حاشي سنعود بعد قليل. أتوقع وصلنا لآخر الحلقة. كده يا جماعة سير وصلنا لآخر الحلقة. حل هذا يا سحس ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. عرفتوا كيف حل السبوسة؟ بالعسل بالعسل بالعافية والله بالعافية. هات لك لقمة بجرب عندي فضول. عندي فضول. هات في بريك طيب؟ اديني بريك. ايوه ما بتعرف هذه حاجة عمري ما سويتها في حياتي. هذه اكتشفناها يوم البقرة. يوم البقرة برتب حياتي بناء على الحيوانات اللي اكلها. يا جماعه ذكرياتي صحتي فتح هي فجاه ولا ايش يا جماعه؟ هذا بوريك بالجمله ذكرياته مبنيه على الحيوانات. لازم اللحم مو بالجمله. اتوقع بس شكرا 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 لكل واحد مشترك سبسكرايب. والله ما في كلمه توفي حقكم. يعني الطلب الوحيد اللي اطلبه الناس اللي بيتفرجوا بدون ما يسووا سبسكرايب سووا سبسكرايب. وحابب اشكر حابب اشكر اخواني باسل حبيب عبد الرحمن ميرو زاما تركي سوسو واخيرا وليس اخرا سوسو. يعطيكم العافيه. اسمع استنى قبل ما تختم في كلمه شكرا من عندي انا ومن عند كل المشاهدين. شكرا لسحس اللي كان التزام اللي كان شغل بدون توقف. شكرا له هو اللي اشتغل والشباب اللي معه عشان نوصل لهذا. فمن كل المتابعين اللي انا واحد منهم شكرا سحس حبيب. شكرا والله شكرا وشكرا الدكه عشان قدروا يضبطوا الجمل. اي والله تعب يعني بصراحه. هذا ما هو اعلان لهم بس هم تعبوا معانا لهم التقدير. يعني جربوها مره ومرتين وثلاثه لين ما يضبطوها واول مره يسووها. ما شاء الله تبارك الله. فيعطيكم العافيه ولا تنسوا تقولوا ما شاء الله. مع ان انا ما اكلت كثير بس قولوا ما شاء الله برضه. انا انا اكلت كثير. انا بالعكس. يا ديز ماي فريند. ايش بك انا في خلل في التوازن حاليا. انت عملت غلط كثير كبير. هذا انا في خلل في التوازن حاليا. خليك بعيد. لسه كنت بقول انا لابس بلوزه واسعه عشان تشوفوا النفخه اليوم. نحبكم. لا تنسوا تسووا لايك شير سبسكرايب تشتروا حلقه في كل مكان. كان معاكم سلطان باسل ولا عبد الرحمن. ايش كنت اقول اليومكو الحوت عبد الرحمن اليومكو امير وسحس لاف يو مع السلامه. قفل 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 يدي مره وسخه. انا كلنا كلنا كلنا.